من الشلف تعهد المترشح عز الدين ميهوبي بتشجيع ودعم الاستثمار في مجال صناعة الأدوية للتقليل من فاتورة الاستيراد. لازم نصنع الدواء في كل المناطق ونجيب الأدوية لغاية أن تكلفنا ميزانية كبيرة ورصيد تاعنا من الاحتياطي تاع الصرف والعملة الصعبة راه كل يوم في هبوط. لازم نشجع أكبر عدد من مصانع الأدوية في بلادنا في كل المجالات اللي يحتاجها المجتمع في هذه بتسهيلات كبيرة بشراكات أجنبية. المهم أن الدواء يصنع هنا وما نصنعوش من بعد عرضة لنا. في كل سنة عندنا 4-5 مليار دولار ندفعهم للخارج على أجل الدواء. مرشح التجمع الوطني الديمقراطي التزم أمام الحاضرين بتسوية مشكل السكن نهائياً بالولاية، خاصة ملف البناءات الجاهزة الموجهة لمتضرري زلزال أكتوبر 1980. زلزال 80 واللي ما زال الأثر بتاعه للأسف بعد 40 عام. بعد 40 عام ما زال الناس يعانوا في مشكلة السكن، مشكلة البراك اللي كانوا فيها مرة يعوضوهم ومرة يصبروا عليهم. فهذه المسألة يجب أن نغلق نهائياً هذا الملف. يجب أن يكون تكفل حقيقي بهذه الفئة التي كانت بالبقايا زلزال الأصنام في ذلك الوقت. ميهوبي وفي اليوم 14 من الحملة الانتخابية تعهد باستكمال عملية دمج الشباب في مناصب دائمة تحد من تفاقم المشاكل الاجتماعية.